انا معايا عبر سكايب الاستاذ اشرف ابو الهول، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس امناء مؤسسه الطريق الجديد للدراسات. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك معانا يا استاذ اشرف في 90 دقيقه. مساء الخير يا دكتوره بسمه، وتحياتي لكافه المشاهدين. استاذ اشرف، قد ايه مصر كانت بتواجه ملفات صعبه في جانب السياسه الخارجيه؟ يعني خليني الاول اقول لك يعني ايه سياسه خارجيه. اتفضل. يا ريت سياسه طبعا خارجيه بطريقه بقى يعني مش مركبه عشان كل الناس والمشاهدين حبايبنا يفهموا النهارده. طيب، سياسه خارجيه يعني سياسه داخليه، يعني امن، يعني بناء جيش، يعني بناء اقتصادي، لانك انت لو ما كانش عندك علاقات خارجيه جيده مش هتقدر تدافع عن قضاياك وصراعاتك الخارجية وتقولي والله أنا عندي حق في موضوع سد النهضة أو في غيره. لو ما عندك سياسة خارجية جيدة صح، مش هتقدري تعملي تحديث لقواتك المسلحة وتقدري تجيبي أسلحة، أحدث أسلحة في العالم، وتبقي القوة العسكرية الأولى في الشرق الأوسط. لو ما مظبوط، عندك سياسة خارجية جيدة، لو ما عندكيش علاقات جيدة مع الآخرين، مش هتقدري تجلبي مستثمرين يستثمروا عندك، مش هتقدري تجيبي معدات، مش هتقدري تعملي يعني المصانع العملاقة اللي انت عملتيها في الأدوية وفي هي الأغذية. السياسة يعني الخارجية دي بتعتبر الخطوة الأولى. صحيح، بالتأكيد. طيب عشان يعني الناس بتنسى يا أستاذ أشرف، عايزين نقول لهم كنا فين في الملف ده وبقينا فين؟ احنا كنا في اللاشيء، كنا في الهواء، بمعنى ان احنا التراكمات السيئة جدا بتاعت فترة حكم الاخوان والصورة السيئة اللي اتصدرت عن مصر، وانه اصبح بالنسبة لكثيرين اصبح بيحكم مصر ناس متطرفين. لكن الاسوأ من كده بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، لما في قوى اقليمية بدأت تشتغل ضدك، بدأت تعزلك. هناك يعني للأسف أطراف عربية وأفريقية عملت على إبعادك عن الاتحاد الأفريقي، تجميد عدويتك. هناك فضائيات عملت ليل نهار للإساءة لصورتك. كان وضع صعب جدا جدا، لكن بالسياسة الهادية اللي اتبعها الرئيس السيسي وبتعاون الأشقاء العرب، المملكة العربية السعودية، الملك عبد الله الثاني رحمة الله عليه، والأمير سعود الفيصل، بتعاون دولة الإمارات العربية المشتركة الشيخ محمد بن زايد والراحل الشيخ خليفة بن زايد، قدروا يعني يساعدوا مصر أنها تصل للأطراف اللي كانت محجرة دماغها ومتصورة أن اللي حدث ده مش ثورة شعبية، ومش مصدقة أن في أكتر من 30 مليون خرجوا للشوارع. من هذا المنطلق وبهدوء شديد وبنموذج مصر يعني رسمته لنفسها، قدرت انها تخترق الحصار المفروض حواليها خارجيا. معلش يا فندم، في حته مهمه عايزه اقف عندها، يعني عنوان النجاح هو الهدوء الشديد بالتأكيد، والحكمه. لانك انت لو تصرفت بعصبيه، انت لو رديتي على من يغلق الباب في وجهك باغلاق الباب في وجهه، ما كنتيش هتقدري تفك الحصار، كان الحصار هيزداد. لكن انت كنت بهدوء بتبعتي وفود، بتعملي مفاوضات، بتشرحي سياستك، وبالتالي قدرتي تكسري هذا الحصار اللي كان حلقات متوالية ورا بعض. قدرتي ان انت يعني تظهري يعني بصورة كنا جيدة. بنشتغل برؤية بالتأكيد، رؤية وأكيد صبر وصبر وبرنامج محدد، وفي فترة سريعة جدا قدرت تكسري كل هذه النطاقات من الحصار، ويعني تقيمي علاقات جيدة جدا وتستعيدي علاقات جيدة جدا وتنشئي علاقات جيدة جدا. والآن أصبحت أنت الممثل لأفريقيا أمام العالم. اللي بعد 3 سنين من إخراج مصر من الاتحاد الأفريقي أو تجميد عدويتها، مصر كانت تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي. مصر حتى هذه مصر اللحظة بقت صوت تبنى. أفريقيا دلوقتي يا أستاذ أشرف. نعم، مصر
بقت صوت افريقيا دلوقتي في كل بالتأكيد. المحافل يعني الدولية. شفنا المؤتمر المعقود حاليا في مصر عن الصحة، وإزاي المؤتمر مصر يعني الافريقي الطبي أعلنت إنها ستمنح أفريقيا عشرات الملايين من جرعات كورونا. مصر اللي قدمت مساعدات كبيرة جدا للأفارقة في المجال الصحي، مصر اللي بتشارك في عمليات حفظ السلام في أفريقيا، وإزاي شفنا إن سقط لنا شهداء يعني من أيام قليلة في دولة مالي، ومع ذلك إحنا بندافع عن وحدة أفريقيا واستقلالها واستقرارها. ومصر كمان يعني بتقود مجلس الأمن والسلم في أفريقيا، وبتتبنى كل القضايا التي تعزز من قوة أفريقيا. و طيب أستاذ أشرف، معلش أنا عايزة أخدك من أفريقيا ونروح نعم، لأوروبا. إزاي بقى إحنا نجحنا في تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية؟ بردك الهدوء، بردك الثقة. الأوروبيين عنوان النجاح برضو الهدوء ما بيتعاملوش الشديد بعاطفة، والحكمة. ما بيقولوش إن دي مصر يعني أقدم بلد في العالم أو أم الحضارة وخلاص بقى هنروح نفتح صفحة جديدة معاها. لا، لازم تقدم لها أدلة على إنك بالفعل دولة يعني النظام فيها بيعبر عن شعب، وإن في ثورة حقيقية قامت فيها، وإن في عمل يتم لصالح هذا الشعب، وإن في عمل أكتر بيتم لصالح المنطقة والعالم. إن مصر يعني تحاول أن تهدئ من النزاعات الإقليمية، تحاول أن تحلها، تحاول أن تقف مع الأمن والاستقرار. يعني عندك نموذج بسيط جدا، قدمنا رؤية، يعني بالتأكيد عندك كدولة نموذج بسيط راعية جدا، للأمن قدمنا رؤية. قدمنا رؤية وقدمنا رأي وبذلنا مجهود واشتغلنا بهدوء شديد. زي ما بقول عندك على سبيل المثال، لما كان في صراع ضخم في أثيوبيا السنتين اللي فاتوا، ايوه وكانت القوات التجراي والأورومو على أبواب أديس أبابا، مصر ما قالتش فرصة ونتدخل وندمر هذا البلد الأفريقي، لكن رغم يعني الضرر الواقع عليها بسبب سد النهضة، إلا إنها عملت لصالح الأمن والسلم الدوليين، وراعت إن في لو هذا البلد تفكك إن في أكتر من 100 مليون مواطن هيبقوا عبء على الأمن والسلم في العالم اللي هم سكان أثيوبيا. وده نموذج للسياسة المصرية، نموذج للسياسة المصرية أيضا السياسة عندما المصرية قالت للعالم، الحكيمة. عندما قالت أستاذ أشرف للعالم معلش، إنه في الحق. سؤال مهم يعني تفضل. عشان وقت الحلقة وعايزة أسأل كل أسئلتي يعني الحقيقة، نعم، فسامحني. إزاي تفضل. قدرنا نعمل حالة من التوازن في سياستنا الخارجية ونتعامل بحكمة في وقت كتير من الدول كانت تقول لك يا تبقى معانا يا تبقى ضدنا؟ يعني هو أنا ده بتكلم على الذكاء، القوة العظمى يا أستاذ أشرف. هو ده الذكاء، ان انت يعني احنا من زمان ادركنا انه الانحياز لطرف ما في القوى العظمى يؤدي لخسارة. احنا عندنا علاقات مهمة جدا مع روسيا، روسيا تبني لنا المفاعل النووي في الضبعة، روسيا المنطقة الصناعية الروسية الوحيدة منطقة خارج قناة أرض السويس. روسيا هي الموجودة في مصر في قناة السويس. روسيا أمدتنا وتمدنا بأسلحة متطورة، روسيا بتساعدنا في عملية الأمن بناء الغذائي. اقتصادي، وبالتالي يجب أن تحافظي على علاقاتك الطيبة معها. لازم تحافظي على علاقاتك الطيبة مع الولايات المتحدة بحكم يعني دورها الدولي والإقليمي، طبعا. وإنها القوى العظمى والصين، الأولى في العالم. يا أستاذ أشرف، الصين، عايز أروح معاك للصين يا أستاذ أشرف. الصين والتبادل التجاري والوزن السياسي للصين. والصين يمكن من الدول الذكية إنها براغماتية أيضا في الصراعات، ما بيهمهاش غير في صح، الآخر المصلحة، حتى لو كان في مصالح للطرف الآخر. وبالتالي قدرتي إن أنت توصلي لهذه القوة إنه أنا مش ضد حد ولا والصين يا أستاذ أتورط في أي أشرف صف. على فكرة شايفة مصر يعني إنه نموذج نجاح إفريقي كبير. هي نموذج نجاح عالمي أكتر من إنها نموذج نجاح إفريقي. يعني في بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الكبرى
عدم التوازن وعدم الهدوء ورطها في صراعات أو في مشكلات، لكن مصر بالهدوء وبالثقة وبمعرفة وزن الآخرين وبالتعامل معهم بهدوء. وكنت هديك مثال آخر، هو مسألة القضية السورية، إنه في يوم من الأيام كان عدد كبير من أصدقائنا بيقولوا لابد من إسقاط النظام في سوريا. مصر قالت لابد أن نفرق بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة، لابد من الحفاظ على الدولة القومية، لابد من الحفاظ على الجيش الوطني. هذه الرؤية اللي طبعا انتصرت مصر بعد مع كده الحفاظ على الدول كلها يعني بالتأكيد، وحدة ورؤية الدول. وانتصرت بعد كده، وكثيرون اقتنعوا بالرأي والرؤية المصرية ويطبقونها الآن. ومصر أيضا يعني وقفت مع ليبيا، استقلال ليبيا، وحدة ليبيا، ما استغلتش الأوضاع اللي كانت في ليبيا واندفعت علشان تاخد حتة من التورتة زي ما البعض كان بيفكر. وبالتالي هذه هي مصر، سياسة خارجية ذكية جدا، طبعا متوازنة جدا. ذكاء، لانه يعني الحفاظ على الدول هو بيعتبر الضمان الرئيسي لمواجهة الارهاب، وده صحيح، ذكاء. يعني الحفاظ على الدول وعلى الاستقرار العالمي ده بيفيد في التنمية الاقتصادية، بيفيد في فتح أسواق، بيفيد في تعاون، بيفيد في يعني بناء، بيفيد في تبادل اقتصادي. يعني مصر مرة تانية بأكد إنها تعاملت بذكاء واستغلت خبرتها التاريخية واستغلت وزنها الإقليمي، وقدرت إنها تعمل حالة الكل يشهد بها. أنا بشكرك جدا أستاذ أشرف شكرا. أبو الهول، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الطريق الجديد للدراسات.